حياك الله. أولا أرحب فيك ومشاهدينكم ومستمعينكم. المشاريع هذه تركز على نطاق الصيانة في مسألة، خلينا نقول، كشط وإعادة سفلة الطرق، تحسين، خلينا نقول، الأرصفة والجزر الوسطية القائمة، وأيضا تحسين بعض التقاطعات اللي تواجه مثلا مشاكل حركة. مشاريع كبيرة هي الحقيقة تعالج التحدي اللي اليوم الأمانة تواجهه في مسألة محدودية الميزانيات والعقود اللي تعالج فيها الطرق. إن شاء الله أنه خلال ال5 سنين خلينا نقول نردم هالفجوة ما بين حالة الأصول الحالية اللي يطلع إن شاء الله المواطن أنها تكون بحال أو أفضل حال إن شاء الله. فيما يخص المشاريع الأخرى، هذه مشاريع منفصلة ستقوم إن شاء الله بتطويرها جهات أخرى مثل الهيئة الملكية، لكن نحن المشاريع هذه راح تركز على الطرق القائمة وصيانتها الحالية. طبعا هذه مشروع الرياض الخضراء قائم حاليا ويقوم يعني بدوره في مسألة زيادة، خلينا نقول، التشجير والغطاء النباتي، لكن احنا اليوم يعني نعمل مع مشاريع البنية التحتية حتى نعمل بتلاغم مع كل هالمشاريع، بحيث أن المواطن اليوم لما نقيم هالسفلة أو الصيانة ما يجي أحد بعدنا، وهذا بتنسيق زي ما ذكرت في الجلسة مع مشاريع البنية التحتية، يعني ما يتم، خلينا نقول، الدخول إلى هالشوارع مثلا وعمل توسعات أو تمديدات فيها إن شاء الله. لا يعني إن شاء الله كل منطقة راح تلقى نصيبها. لهالسبب إحنا وضعنا 5 عقود لكل منطقة. إحنا إن شاء الله راح ننتهي قبل الإكسبو، فكل منطقة إن شاء الله راح يكون لها نصيبها من عملية التحسين والصيانة، يعني لكل مواطن حق علينا صراحة. لكن الأولويات تمضيها أول حالة الطريق، كل ما ساء الطريق كانت أولويته أكبر، وأيضا مستوى الخدمة اللي يقدمها العدد أكبر من الناس راح يعطي أيضا أولوية. فإحنا نحسن الوضع الحالي، زي ما أنت شايف تعاني كثير من الطرق من حالتها السيئة أو حفر أو أو أو، فإحنا صراحة راح نعالج هالطرق إن شاء الله بشكل جيد.